طيب يا حبايب، نحن كنا بنتكلم أول ولفت نظري تعليقاتكم، يقول لك الشارت بصمت وما بصمت. طيب نحن نتكلم عن هذا الشارت، هو من أهم شارتات المؤشر بكرة، اللي هو شارت العملاق أرامكو. الحمد لله على توفيق الله، أرامكو ما شاء الله مشي مشي حلو كما توقعنا، باختراق متوسط 50 على اليومي، وقيده ما شاء الله قلنا كان دائما يقول ما منه اي مشكله ما دامه فوق 31 90 38. بكره ارامكو عند محك من عيار ثقيل. ايش هو المحك هذا يا شباب؟ شوفوا هذا شارت اسبوعي، ونحن بكره تداولات الاثنين. ليش ارامكو بكره عند محك؟ ايش اللي شايفينه على الشارت؟ ذكر احد الاخوان في الزوم وقال لانه على مشارف النسبه الذهبيه 61 فيه. فعلا هي منطقة تعتبر من الأهداف الاستراتيجية المهمة. وفي حاجة تانية دحين نشوفها، إيش هي؟ لو أخذنا المسافة من هنا لهنا، هذا إيش هذا؟ هذا الدور إيش؟ هذا الدور إيش؟ هذا سقف الدور الثاني. يعني لو شمعتنا الأسبوعية بكرة تبغى تضرب سقف الدور الثاني، يعني عند 35.10، والفيبو كم؟ 34 75. أرامكو هو اللي داعمنا في طلعة الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، وأضاف للمؤشر الشيء الكثير. شوفوا الآن، شوفوا هذا المطب، هذا المطب تقريبا تقريبا عند 35 25، بلاش 35 10، خلينا نقول 35 25، لأنه يعادل هذا القاع المكسور استراتيجيا. نحط عليه دائرة، يعني بكرة أرامكو من منطقة 34 75 وحتى مستويات 35 وربع تعتبر أهم مفترق في أرامكو. ناهيكم إنه نحن أغلقنا اليوم قريب سقف البولينجر 34 60 على الأسبوع. هل ينجح أرامكو؟ هل ينجح أرامكو في أن يقود السوق إلى مزيد من القوة في الصعود، يتخطيه هو الفيبو مع السقف، أو أن أرامكو يكتفي بهذه المناطق ويرجع يضغط مرة ثانية؟ هو بشكل عام السهم ممتاز وقوي ويعتبر في اتجاه صاعد، أموره زي العسل، ولكن هذه مقاومة قوية ومفترق طرق من عيار ثقيل. بالمناسبة هذا المستوى ما بين 34.75 ل 35 وربع، أعلى رقم سجله أرامكو في الطلعة السابقة كانت 34 90، جاي هذا الخط برضو داخل محور الهدف. لذلك لعبة المؤشر لعبة، هذا السهم حيتحكم فيها بكرة أو هذا الأسبوع بدرجة كبيرة جدا، يا إنه ناخذ منه إشارة قوية للانطلاق لمرحلة جديدة للسهم وللسوق، ولا يكون هناك تهدئة. والله أعلم. اليوم الخبر بفلوس بكرة ببلاش. هذا تحليل العملاق أرامكو. خلونا نشوف إن كتب الله لأرامكو هذا الأسبوع أن يتخطى 35 وربع، وفكر في بناء الدور الثالث. وين ممكن يكون أبعاد الدور الثالث؟ 38 38 70، أو عفوا نعم 38 38 ونص 38 ونص، يدخل في مشروع 10% إن كان هناك اختراق لهذا المستوى. طيب هذا تحليل أرامكو. الراجح على الأسبوعي دائما مريح فوق 71 80، الخط هذا قاع ديسمبر من العام الماضي، قاع من حوالي 9 أشهر، نحن نتداول فوق الآن. في عندنا مطب عند 73 70 فرق ريال، مقاومتنا بكرة لو عدينا ال 73 على النظرية هنكشف ال 73 70، وبعدها خلونا نشوف على اليوم. لو اخترقنا 73 70 الله أكبر، نكون قد تجاوزنا متوسط 100 على الفاصل اليومي، وممكن يكشف الراجحي متوسط 200 وقريب القمة السابقة من جديد 76. يعني حلو، لو أرامكو يعني بربس أو ما كمل، الراجح لو عدى 73 80 ممكن يكون في خير لدعم المؤشر العام. نحن دائما نتفائل في الراجحي ما دام فوق 71 80،
إذا فهمنا الراجح، إذا فهمنا الراجح، أتأملوا كده في شرط الراجح يا مهتمين في الراجح. أهم رقم عندنا بكرة هذا، تداولنا فوقه بيعطينا، شوفوا تأكيده على اليومي، يا سلام يدخل الراجح في مرحلة حلوة من هنا لهنا، قريب 76/10، يا سلام كويس. طيب شوف البنك الأهلي، ثالث قيادي عندنا كفة اسمها كفة الميزان، هذه كسرها ولكن اليوم ضرب فيها وما طلع وما قفل فوق، هذه كفة الميزان اختبرها وما طلع فوق، لو قفل بكرة فوق 36/70 هنا كان في قاع مكسور عند 36.5، للأسف برضو ما قفل فوق. هذا أهم خط الأهلي، كل ما تداول فوقه يا سلام يكشف لنا مرة تانية مستوى 23 فيبو، أعتقد إنها عند 37/10، قلنا القمة 61/20 وقاع الموجة 29/65، يعني عشان يريحنا البنك الأهلي يقتحم 37/10 بكرة ويقفل فوقه، وتبقى أحلى منطقة يعديها البنك الأهلي لخدمة السوق. طيب نروح لحبيبتنا وعملاقنا ومعشوقنا سامي، الله على هذا الرقم، أهم الأرقام الأسبوعية، اليوم سامي قفل عند هذا الخط المحترم عند مقاومة 88، شايفين بعد ما تخطى هذا الرقم المحترم عند 86/10، يا سلام يا سامي. سابق هذا الأسبوع عيننا على متوسط 50 اللي أصبح يقرأ 89/65 هلل، وفي نفس الوقت عيننا على هذا الترند الهابط اللي يقرأ عند مستويات، لو حطينا خط بالملي هيطلع عندنا هذا الرقم عند 90/50، يا سلام. يعني مقاومة سابق ما بين 89.5 إلى 90.5، هذا الرقم هو الذي سيجعل سابك تولد ولادة حلوة تدفعنا إن شاء الله لتحقيق مبتغانا هذا العام، حاجز 100 إلى 103 مرورا ب93.5 اللي هي في الأصل قريبة من منطقة الفيبو 23 عند 73، شايفين؟ لذلك الخط هذا نمسحه عشان يبان خط الفيبو 100، السهم نزل في عام 22 من 141.40 وحتى قاع الموجة 79/20، فيصير عندنا لو تخطينا المتوسط والترند هذا سابق أول أهدافها الرئيسية اللي حتنكشف قريب 93.5 إلى 94 ريال تقريبا، أو 93.90 لو جبرنا كسر 93.88 هلو حلو حلو يا حلو. طيب أما سهم اس تي سي بانك صاحب أبو يحيى خامس قيادي في السوق، هذا إيش عنده بكرة؟ طيب هو ما قصر، الله يجمل حاله انه رجع فوق هذا الرقم المهم 71/30، اذا اعتبرنا انه سهم الاتصالات السعودية كسر المتوسطين 200 وال100 وكسر 38 فيه وراح ضرب 50 واحترم خط ورجع فوق هذا القاع المكسور اللي هو 41/30، ثباته فوق 41/30 أهم محطة يقابلها اس تي سي، ودائما عيننا عليها هذا الأسبوع هي مستويات قريبة 42/35 هذا 95 هاي عام 21، هنا عندنا لو 33/95، يعني معناه أهم رقم هذا الأسبوع إذا حافظنا على 41/30 هو 42/30 42/35، هل متوسط 100 زائد متوسط 100 زائد متوسط 200 زائد 38 فيبو. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، إذا نحن حللنا الخمسة القياديات إن شاء الله بموجبها نستطيع قراءة
مؤشر السوق السعودي يوم غد إن كان ضاغط ولا صاعد بموجب هذه الشركات القيادية الخمسة المتحكمة تقريبا بنصف حركة المؤشر العام بدرجة كبيرة جدا. طيب إذا رحنا للتاسي نفسه، قعدنا ندرس التاسي، شوفوا يا جماعة أهم رقم هذا الأسبوع، هذا المتوسط الأخضر متوسط النية المكسور عند مستوى 11596. اليوم قفل السوق 546، هل يوافق مقاومة أرامكو مقاومة التاسي هنا؟ فلو ريح أرامكو يجي الراجح يخترق ولا يضعف كلهم وينزل أرامكو يضغطنا؟ فهذا الرقم نحفظه جيدا، نبعد عنه 50 نقطة، أهم رقم هذا الأسبوع. يعني نحن على نهاية الأسبوع قوة السوق تكمن في الإغلاق من جديد فوق متوسط المين. إيش الشيء الحلو اللي حصل مع مطلع الأسبوع؟ وهذا حيكون دعمنا برضو وأهم رقم كدعم في الأسبوع. كيف نحن نيجي نعدي 465 نقوم نرجع نكسرها وما قفلنا فوقها على الأسبوع؟ غلط، هذا ممكن يأثر علينا ويخلينا نضغط ويضعف السوق في موجته دي. لذلك حنقول إنه الآن خلينا نحط 13,949.10، نحط الفيبو بدقة 9,930.86. يا سلام، يعني نحن يهمنا ما ننزل في تداول ما تبقى من الأسبوع تحت 65 ونميل إلى الإغلاق تحتها، والأحلى والأروع هذا الأسبوع هو الإغلاق فوق متوسط المية اللي هي على بعد 50 نقطة 11,596. طيب لو حطينا الشارت على الفاصل اليومي، لو نظرنا إلى الفريم اليومي، برضو الفريم اليومي حلو، يقول لكم شوف هذا اليومي قبل ما نفكر في الرقم المهم على الفيبو 465، يقول لكم على اليومي عندي دعم متوسط الخمسين اللي اليوم قفلت فوق اللي هو مستوى 513. طيب 13 23 33 43 تقريبا، اليوم قفلنا 46، يعني نحن نبعد عن أول دعم يومي 33 نقطة. هذا لو كسرناه خلال الجلسة نقول كشفنا أهم رقم على الأسبوع كالدعم اللي هو الفيبو. حلو الكلام؟ فنحن قبل ما نفكر في 465 نفكر على اليوم، على الأسبوع خلاص 465، على اليوم هنا نحن ذكرنا باختراق هذا المتوسط عندنا مطب في المنطقة دي عند 11554، والله لامسها المؤشر اليوم بالملي وريح قبلها 11554. يا سلام، حلو الكلام. طيب لو عد المؤشر هذا الرقم يوم غد هنكشف ايش اهم رقم على الاسبوع اللي هو 11500، وقلنا كم المتوسط 11596. تمام، هذه اهم المعلومات اللي حتساعدنا في قراءة السوق خلال تداولات اليوم وبقية تداولات الاسبوع. طيب يعني للعلم والإحاطة، يعني لو نحن تجاوزنا هذا الرقم كشفنا هذا الرقم اللي نحن تنبأنا في النزول بكسره اللي هو 11700 وكم 48، نحط الخط هذا 11708. هذا الرقم لما كنا نحن مخترقينه هو اللي وصلنا 50 فيبو هذا المطب، فشوفوا لما كسروا هنا أنا بدأت أستشعر إن السوق بدأ يضعف، وقلنا في احتمال يصحح وممكن ينزل كتصحيح يصحح 38 فيبو، وهذا اللي حصل بالفعل لما عكسنا الفيبو أعطانا إنه مستويات 11166 هي 38. السوق وصل تقريبا عند متوسط المية على اليومي وارتد من قريب 11194، يعني قبلها ب 30 نقطة. فشوفوا الرقم ده 11، هذا لما نخترق الخمسين حينكشف هذا الرقم عندنا، وهذا الرقم هو بوابة 11939 أو 11933 قمتنا مرة أخرى اللي نحن نزلنا منها. وكده برضو فهمنا المؤشر ماذا لدى بنك الجزيرة هذا الأسبوع. كيف أنت تعرف
انه فعلا بنك الجزيرة عنده حدث جوهري، احلى ما في بنك الجزيرة في هذا الشارت الان اللي ما في ولا رسمة، انه هو قريب من منطقة شراء وقريب من منطقة دعم. دعم ايش يا شباب؟ شايفينه؟ يعني لو جاء واحد كده لأول مرة يبغى يجرب حظه وقال أنا والله يمكن المرة الجاية تزبط الأمور، هل بنك الجزيرة في مناطق حلوة للشراء؟ نعم، طالما إنه يتداول فوق 17.94 هلل اللي هو هذا الخط زائد 17.90 متوسط 200، هذه المناطق كلها مناطق شرائية داخل اتجاه صاعد. من قاعنا في شهر مارش اللي كان 16.96 مرورا بقاع شهر جون اللي كان عند 17.46. شوفوا سبحان الله، لو هذا الأسبوع بنك الجزيرة جاء واحد اشترى هنا صامدون وشرلو ما لم يكسر الثلاثة المعطيات الفنية دي، شوف ثلاثة معطيات فنية، القاع ده 17.94، متوسط ال200 17.90، الترند 17.85 هللة، الترند يكسر بكسر 17.85 هللة، خمسة هللات تحت ال200. ممنوع أي أحد يشتري بنك الجزيرة ويخرج ما دام فوق ال17.85. طيب لفين أبغى ألعب؟ لو أنا إنسان مضارب ما أبغى إلا إذا اشتريت أبيع في أحسن نقطة، لأنه ما أدري هل بنك الجزيرة يبقى مبربس ولا يخترق، أنا ما أدري، بس أنا عندي مقاومة. المقاومة حتكون يا شباب عند ال19 ريال. تعرفوا ال19 دي أهم رقم هذا الأسبوع، الشارت أسبوعي يا شباب. وكيف أعرف إنه أنا رايح لهذا الرقم على اليومي؟ إذا تخطيت ال18.5 ريال، هل ممكن أنا خلال هذا الأسبوع أستطيع إني أكسب ال75 هللة دي؟ ممكن بالراحة، من علامات إنك أنت رايح لهذا الأسبوع تتخطى على اليومي من 18.50 إلى 18.60، من أهم مقاوماتك هنا 19 ريال. حلو الكلام؟ ورجاء لا تتململ، السهم ما راح يكون هذا الأسبوع ملفت للنظر حتى في نهايته إلا إذا اقتحم هذا المثلث. واضح؟ إذا تبغى الهبرة تزيد معك لهذا الهدف اللي هو القمة السابق ومتوسط ال50 على الأسبوعي، وهذا يقرأ عند ال19.70، الله أكبر. كم بالمية يا شباب؟ كم بالمية من 18.25 إلى 19.70؟ تعدي 5% بالراحة، مو أكثر من 5%. تعرفوا إنه والله أعلى وأعلم إنه بنك الجزيرة لو عدى هذه المنطقة 19.70، أنا هنا أتوقع ولادة بنك الجزيرة، يعني هنا حيلبس توب جديد، هنا حيلبس توب جديد، ممكن يجيب الهدف ده بالراحة اللي ما بين اللي نحن دائما نقول إذا شفتوا بنك الجزيرة لعب فوقها تعرفوا إنه بنك الجزيرة شبه تحرر من المسار العرضي اللي ماشي ويلف ويدور فيه، اللي هو ما بين منطقة 20.48 هللة إلى 20.88 هللة. أهم رقم هذا الأسبوع إنه أنت تعدي 19.70، احتمال كبير إنك تكشف أهم محور هنا في المنطقة دي. هذه المناطق لو خرجنا منها أنا أتوقع بدأ يخرج بنك الجزيرة بالاتجاه الصاعد اللي الكل يتمنى. تعالوا نشوف كم تعادل هذه المنطقة. الله أكبر، لو سحبنا الفيبوناتشي من أعلى رقم سجله بنك الجزيرة في هذه الموجة اللي هو 32.85 هللة، قلنا قاع التصحيح في مارش الأدنى 16.96، يا سلام يا أبو محمد، معناها المنطقة اللي نحن حددنا هدفها الاستراتيجي في حال اختراق المثلث مع منطقة متوسط 50
حتكون قلنا ما بين 2048 ل 2088، شوفوا جاي في النص 2070 أول 23 فيبو من الموت. يعني لما أجي أقول للناس هنا بنك الجزيرة ياخذ المنحنى الاستراتيجي الأقوى تخطي هذه الأرقام، يعني شوفوا ممكن يفتح بعدها جبهة 23 على نظرية 357 وهي تمثل 38 فيبو. طبعا هذه المرحلة لما نعديها حيقابلنا 21.5 متوسط المية، حيقابلنا في كمقاومات 22.46 هللة. هذه أرقام يا جماعة ما تتغير. لما أقول للأخوان أحيانا راجعوا اليوتيوب واسمعوا ما تم تحليله للشركات، أحيانا من فهمك للقصة ومن موقع اللي أنت شايف عليه السهم، مراجعتك للتحليل هي اللي حتخليك تتذكر وين رايح بنك الجزيرة، وين رايح بنك الجزيرة. بالله يا شباب اللي انتوا سهرانين معايا الآن، سمعتوا تحليل بنك الجزيرة، هل هذا التحليل يحتاج إلى تحديث؟ يعني انت الآن من موقع السهم خلال شهر ما تعرف انت في أي اتجاه، ها؟ ما تعرف انت في أي منطقة قوية ولا ضعيفة، ما تعرف هل انت لبست توب جديد ولا ما لبست توب جديد من الشرح ده. ايش رايك نحن بهذا الرسم الكلاسيكي وبهذا التحليل البسيط اللي يسموه السهل الممتنع، نحن مفروض انه اي قرار نبغى نتخذه يا في البيع يا في الشراء او اللعب بالكميات يجب ان يعتمد على هذه الارقام الاساسية، لا تشتغل بعشوائية. يعني احيانا نقول في مناطق اربط الحزام، مين يقول لي ايش الرقم لو اخترق في بنك الجزيرة اليومين هادي يفترض انه نحن نربط الحزام وما نعرض الا عند رقم فني واضح؟ مين اي رقم اللي هو حق اربط الحزام؟ يعني هو اللعب بالكميات ما يتوقف، بس احيانا لما يكون السهم في منطقة ضعيفة ممكن الواحد يبيع ويشتري حسب تحرك السهم، لكن في يا سلام عليك يا أحمد 19 ريال، ليش؟ ليش قلت 19؟ ما قلت 19 70 مثلا؟ يا سلام عليك، لأنه هنا طال عمركم يكون عندنا اختراق لنموذج فني. تعالوا نشوف مصداقية هذا النموذج، لو أخذنا من قاعه الثاني هنا إلى ترندو بعدين جينا عند الاختراق وسوينا كده، يوصلكم إلى الهدف الأساسي قريب؟ يعني قريب 2070 ولا لا؟ ها؟ هذا النموذج الآن أليس هذا هدف وتدو؟ هيا شفتوا كيف؟ لذلك اللي قال إني أنا باختراق ال 19 هنا أعرف إنه أمسك أربط الحزام، لا تبيع أو لا تخفف إلا عند منطقة قوية في الطريق. طيب إيش أقوى منطقة بعد ال 19؟ متوسط الخمسين. بمعنى لو أنا اشتريت في بنك الجزيرة في هذا المحور وقررت أدخل، فاشتريت اللي والله يبطي يبطي، طيب يبطي، يوم جيت عند ال 19 قمت أنت بعت لك 1500 سهم عن نفسك كده، قلت يمكن الندل كعادته يضرب ويطيح، أنا على الأقل والله بعت لي قريب الثلث، وقتها أفكر يا إني أقعد وارجع استريد كميتي عند 18.5 يا اني افرمها كلها واقول ما في استنى لانه ما اخترق. اما لو بعت ال 1500 فاخترق السهم وباقي عندي 3500، هل يعقل اني لما يطلع 19 30 ابيع؟ لا، اذا ابغى ابيع اجيب ال 3500 وعند ال 19 70 اعطي له مثلا 500 سهم. ربطة الحزام مو معنى ذلك انك ما تخفف، خفف بس ما تخفف تروح تبيع لي كميات كبيره والسهم بيده معطيك وجهه. يعني لو بعت لك 500 سهم عند المتوسط ده تقول يمكن يرجع يختبر ال 19. لما يرجع يختبر ال 19 ها ساعتها انت مو تروح كمان تشتري ال 500 اللي بعتها، انا مستعد اشتري ال 2000 كلها اللي انا بعتها، ال 1500 الاولانيه، يعني كاني برجع اشتري كميتي بسعر بيعتي. ليش طيب انت بترجع تاخذها؟ لانك انت تقول والله انا في وضع ربط الحزام، السهم قوي فنيا مخترق المثلث ال 50 رجعه، فانا ممكن ارجع هنا اخذ الخمسه كلها
وبعدين سبحان الله من 19 لو لف الطارة ورجع 19 70 ساعتها بدل ما تبيع انت 19 70 500 بيع 1000، ولو اخترق ال 50 انت هنا رابط الحزام يوم توصل عند 20 70 20 80 يا تصفيها كلها يا تقول والله حرام يمكن البس توب جديد. انا قيدي في مناطق ربط الحزام الموجة صاعدة فتعطي له نص الكمية هنا عند 20 70 وتمسك ال 2500 الباقي. وصلت ال 100 اعطي له 500 باقي 2000، طلع اخترق ال 100 قول له والله تبطي بال 2000 دي انا قيدي كسبان وقيدي معين خير. فساعتها انا من حقك انك وانت رابط الحزام تطمع تقول ال 2000 دي والله ما ياخذها الا ما بين ال 22 46 ل 23. وكده يا شباب نحن نكون استفدنا من تلت الموجة الرئيسية هنا، والقناعة كنز لا يفنى. والله يا حبيبي بعنا، اللهم ارزقني وارزق مني. جاك بنك الجزيرة اخترق، الله يبارك لناس جدد يبغوا يدخلوا فيه، حيدخلوا ضمن مواصفات وقتها انه لا يرجع يكسر الفيبو. وهناك لكل حادث حديث، يعني هنا نقول المرحلة دي انتهت، ممكن ندخل في مرحلة على نظرية 3 5 7 من 23 ل 27. وشوفوا سبحان الله حتى في القاعدة الفنية عندما يغلق السهم ويخترق 38 يقول كشف 61، فممكن تكون هنا موجة أخرى ثانية. الموجة الثانية طبعا يبغى لها تكتيك يكون يعني نوعا ما أقرب للتكتيك الأول، بس هنا ما في كلمة إذا كسر أرجع أشتري، لا. هنا لو كان الداول مثلا ب 24 يرجع يكسر 23، هنا تصير عندي أنا ستوب أرميه في وجهه. أنا ناقصني زلزلة، ناقصني بهللة، ناقصني رجعني 20 70، لا والله ما ألعب اللعبة دي. واضح يا شباب بنك الجزيرة؟ ترى ما زال فرصة من فرص السوق الآمنة نوعا ما. ليش؟ ليش نعتبرها فرصة آمنة؟ لأن السهم ده ما زال أقرب منذ مطلع العام لقاعه. إيش يعني قاعه قريب 17 ريال وقيمته 18 ربع؟ يعني تخيلوا سنة كاملة مرت على السوق 8 شهور منها بنك الجزيرة ما له حظ ولا نصيب، حتى على مستوى القطاع نفسه ما أخذ حقه أبدا. فما زال لأصحاب الكاش يعتبر فرصة يعني. طيب ناهيكم انه اساسا ابو محمود كابيتال ايش كان يقول في السابق في الموجه اللي قبلها لما جينا اخترقنا نحن هذا الخط الاستراتيجي اللي هو في الاصل. شوفوا هو قاع ايش هذا القاع يا جماعه؟ كان قاع 2007 اللي هو 17 58 هلل. هذا الخط يا جماعه منذ ان تخطاه بنك الجزيره الاستراتيجي ده لما تخطاه هنا في عام 21، شوفوا بالله خلينا نخليه كده بالبنط العريض، شايفين لم يغلق شهريا دون. شوفوا تاريخ السهم، ترى السهم فوق ال 17 58 هو يعتبر في مرحلة تاريخية دائما أقرب لفوق، لما بيكسرها ويغلق تحتها شهريا بيكون لا سمح الله مهدد بإيش؟ مهدد بالنزول. فنحن منذ أن تخطيناها في عام 2021 رغم نزولنا في شهر ديسمبر عين تحتها بشيء بسيط، إلا أنه على الشهر لم نغلق دون هذا المستوى. نحن لما جينا قلنا الآن وقف الخسارة 17.85، هل تعلمون أننا في أوغست؟ نحن قلنا منطقة ترين. شوفوا الآن على الشهر طول الشهر ده عشان لا سمح الله يكسر المتوسط ده، يعني يكسر الترند متوسط الخمسين على الشهر هي تقرأ عند السبعتاشر أربعة وثمانين هلل، يعني هي 17.85. فكده السهم مريح، يعني أنت عارف متى يكون بذرة مطي يعني، أو متى يكون فعلا متعب وما في أمل إنه يصعد، يصير الأمل في الضغط أكثر لا قدر الله إلى 15 متوسط ال200 وال100 ويكون السهم في حالة أسوأ من الحالة اللي هو فيها العرضية دي لما يكون اتجاهه هذا. فهذا شيء برضو يريح ملاك الصامد الصابرون في بنك الجزيرة.
على مبدأ القنوات. هنا زين ايش سوى؟ اقتحم الدور الاول، الله اكبر، ونحن فوق. زين ارتد من مناطق حلوه، من متوسط ال200 ومتوسط ال100، بعد ما اختبر ايش؟ اختبر خط ترند. شوفوا هذا الشارت الان على الاسبوع، ركز فيما اقول، ركز فيما اقول. انا ما ابغاك تستعجل وتدخل زين دحين، قال لي اذا كنت خايف. بس شوف هذا الشارت اسبوع، والاختراق اللي حصل هنا كان استراتيجي. زين قلنا بالغ في الضغط، وندل نزله عشان ياخذ راحته في التجميع تحت المنطقة دي. اذا شفت زين قبل نهاية شهر اوغست او اثناء شهر اوغست رجع فوق الرقم ده 13 30، اللي هي كانت في الاصل النسبة الذهبية من الموجة، اللي كنا نحن ايام ال10 نعتبر وصولنا لها واختراقها شمن كحول. عودة زين بعد هذا التصحيح واقتحام لهذا المستوى معناها ان شاء الله تعالى نكون نحن قد عدنا الى المرحلة الثانية وبقوة، اللي قاعدين نحلم فيها بالرقم 18 86، صورة كربونية لما حصل في سهم دار الأركان عندما صعد في المرة الأولى وتخطى 13 وراح 17 92، بعدين نزلوه بالغوا في النزول لدرجة إنه وصل حتى 10 60 مرة تانية، بعدين شوفوا رجع وتخطى 13 واليوم دار الأركان حتى معدي قمته السابقة. زين نفس الهرجة، بس أنا بقول إذا أنت تبغى يكون دخولك فني وأنت مرتاح أكتر، تشوف زين شمعته رجعت فوق خط الترند هذا، زائد منطقة الفيبو 61 من النسبة الذهبية دي إن شاء الله إلى النسبة الذهبية الكبرى. طبعا هذا الكلام ما راح نشوفه نحن في صعودنا بشكل عمودي، لكن هو نحن الآن في القاع، يعني نحن الآن في قاع المرحلة دي، زي أيام كنا عند 10 ريال. هذه المنطقة الآن اللي من 13 30، وحتى مناطق الارتداد اللي ارتدينا منها متوسط ال200 وال100، وحتى لو كنا في أسوأ الظروف راجعين من متوسط ال50 قريب 12 30 هللة. هذه المناطق كلها أساسا هي مناطق ليست للبيع، هذه مناطق الصمود. لكن أنا بقول للي ما في ينتظر ويستنى ويقعد في لكلكة مناطق الصمود، هو دائما يبحث عن هذه، عن دخول سيولة في السهم وعودته فوق القناة المكسورة دي، وعلى وجه التحديد مستوى 61 فيه. تعالوا نشوف حاجة يمكن تريحنا أكثر لو إننا فاتحين الشارت الشهري. شوفوا يا شباب، نحن في الأصل كده كان منظر دار الأركان، التقاطع ذهبي بصراحة حاصل من زمان بين الأزرق والأخضر، وهذا شيء مريح. وشوفوا المناطق اللي نحن اختبرناها بعد ما اخترقناها في المتوسطات، اللي هو متوسط ال50 على الشهر اللي يقرأ عند 12.74 هلل. الحمد لله هذه الشمعة حقت أوغست لامست المتوسط واليوم تتداول فوق. يعني لو جاء واحد يبغي يلعب على هذا المتوسط ويبغي يدخل من بكره، لازم معناه هذا استراتيجي، خلاص عارف انه ما دامه فوق 12.74 وضعه جيد على الشهري. لكن انا اقول عشان لا يطفش اكثر، لانه احنا ما نضمن هل هو حيرتد بكره بعده حيرجع، لكن احنا خلاص حددنا 13 30 هي مفتاح الدخول في السهم بشكل امن اكثر. وبعدين إن شاء الله، وبعدين إن شاء الله نشوف في حركة القمم والقيعان الصاعدة، وإن شاء الله ربي يكرمنا بوحدة عمودية قوية زي اللي حصلت في طلعتنا الأولى. علم أتخيلوا منظر الشمعة الشهرية دي في أوغست إغلاقها فوق ال 13 30 بوتد وبشمعة عاكسة للاتجاه. هذا الشيء لسه ما هو باين الآن، لكن حيبان فين؟ حيبان في نهاية الشهر على طول بعدها إن شاء الله. عندنا زي ما يقولوا كده دروب بسيط أو منطقة قوية شوية ما بين 14 إلى 14 وربع،
وبعدين تنكشف 15/42، ووقتها تربط الحزام ما بين 17 إلى 18/85، واحتمال من شكح حتى نرتطم في هذا الخط الاستراتيجي قريب 19 ريال و78 هلله، يعني في هذا المحور. والله يا جماعة شارت ما يتفوت للأمانة، وأنا أعتبره رخيص جدا، والصبر عليه حلو. اللي كانوا يضحكوا علينا ويقولوا معفن، وقلنا نقول تذبذب حلو ونسبة عائده في الحركة أفضل من غيره، هذا الكلام أثبته زين في الطلعة الأولى اللي انطلقت من قاع نوفمبر. شوفوا، من نوفمبر ديسمبر، عفوا من ديسمبر يناير فبراير، قفز في مارش وإبريل في 4 شهور، وجنى في 4 شهور، وإن شاء الله الطلعة الثانية في 4 شهور، وأربعة 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 إن شاء الله. ما يجي نهاية العام إلا ونحن شايفين المنظر ده، بحول الله قيدنا وصلنا الهدف هذا. وكلمة أخيرة وما أبغى أكررها مرة ثانية، ممنوع الحديث عن سهم زين أو عن أي سلبية على أي فريم صغير وأي قلق من زين طالما السهم لا ترى فيه إغلاق شهري تحت 12/74 هللة. يعني لو الشهر ما انتهى وزين ب 12/60 لا تفتح فمك، خليك على نفس تفاؤلك إلا تشوف إنه هذا المتوسط مكسور. يا جماعة اللي يبغى يكسب في الأسهم يبغى يصبر، بس يبغى يكون عنده بعد نظر وفهم لحالة السهم. ياما في ناس فرطوا في زين أيام 10.5 ولا أيام 10.80 بحكم إن السهم تقي، جلس 3 شهور في القاعدة، لكن شوف خلال 3 شهور، خلال شهرين بعدها طلع السهم 60%. كثير ناس ندموا على الزين وعلى تفريطهم في الزين. أتمنى إنه لو زين، نحن قلنا 4 شهور، طب احتمال زين نحن الآن في شهر 8 ما يتحرك بقوة، احتمال في 9 ما يكون عدى 14، لكن احتمال في 10 و11 يكون زين على أعتاب 17 18. تيجي وقتها تقول والله يا أخي هبرة كبيرة من 12 ريال و60 تروح علينا بهذه، والسهم يطلع يعني يوصل قريب 18.5 إلى 19 أو 19.70، والله حرام، ضيعناها. نسأل الله التوفيق لكم إن شاء الله. اللي بأتكلم عليه الآن، نعم هو إعمار، حكيناكم قصة كفة الميزان على ما أعتقد، وكيف إعمار على الفريم الأسبوعي. شوفوا الرسمة هذه، والله هذه الرسمة أنا تكلمت عليها قبل أن تحصل، بإمكانكم ترجعوا لتحليلاتنا القديمة ونحن نازلين من 39 و29، وكنا نتكلم عن متوسط 50 اللي يقرأ عند مناطق قريبة 98 أو كان 896، وكنا نتكلم عن كفة الميزان. وشوفوا كفة الميزان راح لامسها بالملي وارتد منها إعمار، وسوى لنا شمعة وتد الأسبوع الماضي روعة، وقلنا إن شاء الله يأكدها الأسبوع القادم بتداولاته فوق 9 ريال. والمتوسط هو يا شباب 9 ريال نفسي، أما الدعم اللي هو واقف فوقه الآن هو متوسط 50/8/91 هللة. الآن تعرفوا هذه القصة، هذه القصة اللي بنتكلم عليها الآن، نبغاها فين تودينا؟ شوفوا هذا الفيبو لهذه الموجة من قمة عام 21/14/38 هللة، وحتى قاع الموجة 7.17 ريال هللة. إذا كتب الله لنا وتخطى إعمار في المستقبل كده، يعني سقف كفة الميزان أعتبره إنه هذا حيكون دور. شوفوا هذا أعتبره دور، شايفين؟ شايفين لو قسنا المسافة من هنا إلين هنا، وبعدين جينا عند الاختراق هنا وحطينا السقف الثاني هنا،
تخيلوا مشروع 30% من قاع 78 إلى النسبة الذهبية 11.63 هللة، بتخطي أهم رقم هنا اللي هو 9.92 والعشرة نفسية. أيها الخوافين اللي خايفين من السوق، هذه فرص حقيقية لشركات صحت وترى ما أخذت حقها في عام 23 بالشكل المطلوب. لو جيت قلت لكم هذه 30% لو تحققت في 23 هل تعتبر هبرة طيبة ولا لا؟ نحن في شهر 8 وباقي على نهاية السنة 4 أشهر، سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. هذه الخريطة المستقبلية المتوقع إنها اللي حيقودها راعي إعمار أو بيرسم عليها. هكذا نحن ننظر لها كبعد نظر. نحن اللي ما يخلينا نملي يدنا من الهدف ده هو لأنه ما خرجنا من الحفرة، لكن إذا خرجنا من الحفرة حتما الأيام اللي حتقضوها من هنا لهنا هي أقل من الأيام اللي حيقضيها السهم من هنا لهنا. لكن أنا بأتكلم وأنا في القاع الآن في المنطقة دي فوق المتوسط وفوق كفة الميزان، أحسبوها كهبرة هتطلع معاكم. لو جاء واحد اتكلم من هنا هتطلع بالراحة قريب 25%، لكن من 78 إلى 11.60 هتطلع معانا بالضبط 30%. وأنا قلت لملاك إعمار لما كانوا عند 9.5 قلنا يمكن يكسر إذا لما ما اخترق العشر، قلت سبحان الله انتوا داخلين تدوروا 25%، خليه ينزل يمكن ينزل قريب 9 ريال أو 8.96 قاع كفة الميزان، ولما يطلع يصير بدل ما تكسبوا لو عدلتوا بدل ما تفكروا ب25 تفكروا ب30%. ما حنفقد الأمل ما لم يكسر كفة الميزان، لو كسر كفة الميزان نعم حيضعف السهم وحيتغير حتتغير النظرة المستقبلية في الشارت، حيصير الشارت شكله أقرب للضل. تمام، وهذه الشركة الثالثة. هذا السهم يا جماعة صاحب القيمة الدفترية القوية 29 ريال، صاحب الأخبار القوية. نعم يا سعد، إنه المدعو سينومي سنترز. تعالوا نتفرج، شوفوا المتوسط، شوفوا هذا متوسط 200 على الأسبوع، شوفوا الوقفة اللي واقفها السهم الآن، وقفة جدا محترمة فوق رقم جدا محترم اللي هي منطقة 38 اللي اختبرناها، وهي في الغالب في اللغة الفنية الكلاسيكية إذا اخترقت 38 كشفت 61. نعم، سينومي سنتر. شوفوا هذا القاع وشوفوا هذا القاع وشوفوا قمم هذه القيعان فين كانت، كلها كانت قريب مستويات 26 15 اللي هي 61. شوفوا قمة هذا القاع كانت هنا تاريخيا، قمة هذا القاع كانت هنا تاريخيا، وإن شاء الله قمة هذا القاع اللي فوق 22 58 هللة إن شاء الله نشوفها هنا. سهم آمن بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ناخذ حاجة تانية، الأصل في السهم كأنه هو في اتجاه صاعد اقتحاما المتوسط 200، هو يعني أننا عدنا في الدور الثاني. ولو قسنا المسافة في هذه القناة من هنا لهنا ثم قسنا ثم وضعنا محل الاختراق الأول هنا، هل يغطي سقف الدور الثاني مستوى النسبة الذهبية أو حتى مناطق قريب 27 على النظري باختراق 23 30؟ خلينا نجبر الكسر حق متوسط 200 23 27 إلى 23 30، 23 30 بيننا وبينها 48 هلل إغلاقنا الأسبوعي، وهذا أهم رقم على الأسبوعي في المراكز العربية سينومي سنت. أي إغلاق بشمعة خضراء شبعانة إن شاء الله إن شاء الله يشق الطريق إلى هذه المستويات، وإن شاء الله نشوفها قبل نهاية عام 23. لما نوصل هنا
نحدث الشرط ونتكلم. سائل يسأل: طيب ماذا يعني لنا كسر 22 57؟ هل هذا يعني أننا فقدنا الأمل في تحقيق ما نشاهده؟ لا، تذكروا حالة إعمار عندما كان عند 39 وقلنا احتمال ينضغط ما لم يكسر كفة الميزان. نفس الكلام حينقال في سينومي سنتر، ممكن الهبرة تزيد أكثر، ممكن تعدل. أنت ما عندك شيء يزعجك في هذا الشارت إلا أنه ينزل يكسر متوسط 100 على سبيل المثال على الأسبوع، ومتوسط 100 شوفوه مع الوقت هو يسبح ليوافق خط المسار الصاعد، وهذا يقرأ عند 21 37، يعني بيننا وبينه ريال و40 هذا. طبعا ما حنتكلم عن هذا الهدف ونحن فوق 22 58 هلله، ما لازم يغلق اسبوعيا تحت الفيبو عشان نخاف انه ممكن سينومي سنتر يطفشنا ويرجعنا قريب متوسط ال 121 30، يعني ينزل له ريال و20 هلله. ولما ينزل الريال و20 هلله ما زالت الموجه صاعده، يعني ما زال ممكن يحقق الهدف المستقبلي باقتحام 23 40 هنا. لكن احنا شايفين ان الاخبار قويه، وشايفين شمعه الوتد اللي حصلت الأسبوع الماضي، وشايفين وقفته فوق الدعم، وهذه هي اللي مخليتنا نتفائل بحول الله للوصول إلى مبتغانا خلال هذا العام ونحقق الهدف ده. ترى أنا يا شباب إلى الآن أحب أقول لكم إني أنا بأتكلم مرحليا، في احتمال كبير يوصل سينومي سنتر هنا ويعدي ويروح 28 70، في احتمال إعمار يوصل 11 68 يوصل ويدف اخترقها ويروح 13. لكن أنا أشوف نفسي ماني محتاج أحدث الشارت والمعلومات اللي قلتها اليوم إلا إذا طرأ شيء أعلى مما ذكرنا، فهناك يكون لنا حديث آخر. فهمت المقصد؟ أنا اللي بحددها من أهداف هي أهداف حسب اللي أنا أشوفه أمامي متاح في الرسم البياني في الشارت بناء على معطيات معينة أنا بشرح لكم. مو ضروري إنه والله إذا وصل هنا خلاص، هنا وصل يعني معناها خلاص حقق هدف المرحلة. في احتمال كبير سينومي سنتر لما يوصل هنا تمام يجي يشق، يصير السهم غزال ويشق الطريق ويروح 28 70، وممكن يروح حتى قمته التاريخية 31 75، وهذا الشيء غير مستبعد. لأنه لو جينا هنا نحن الآن وأخذنا هذا المسار اللي شايفينه قدامه، اتخيلوا انه المراكز العربيه تقريبا معدي هذه المنطقه ومعدي الفيبو تمام واخترق السقف، هذا الحال مشروع الوتد حقه يوديك اعلى من القمه. بس ما راح نتكلم الان في هذا الكلام لانه لكل زمان تحليله ولكل زي ما يقولوا ساعه او مرحله سلوكها الفني. نعم، تعتزم افتتاح عدد من المشاريع قريبا وبيع أرض في القصيم، الله يوفقهم حقيقة، يعني بصراحة قيمة دفترية عالية، أخبار حلوة. والله أنا أشوف السهم مظلوم سعريا وأشوف أنه ما زال رخيص وسعره أعلى. كنا نحلل لكم هذا الشارت ونرجو منه خير وصابرين عليه. وفقنا الله سبحانه وتعالى أن تحقق مبتغانا وانفكت تعليقتنا ودخلنا في الربحية، والله أكرمنا وسمعنا المحفز للسهم، وها نحن قد اقتربنا من هذا المحفز، واللي زاد الشوق أكثر اليوم إعلان نتائجه واستمراره في النمو. نقول وبالله التوفيق. لا يعني ما أقوله أنا لازم يكون 100 100، هو اجتهاد شخصي مني، أنا بعبر عن وجهة نظري، أنا أحد ملاك هذا السهم ولكن نيتي في دخولي في السهم أساسا. كنت أتمنى أيام كان علي ب 25 70 إني أوصل فيه حتى النسبة الذهبية مبدئيا، وسبحان الله ما أراد الله إلى الآن نوصل لهذا الرقم واقترب موعد الأحقية. وأنا من الناس يا جماعة لما أكون في سهم وعنده محفز ويوصل قريب محفز وأنا كسبان، أنا ما أبغى لا منحة ولا بطيخ، أنا أكره ما علي أقعد في السهم بعد المنحة. أخاف من إيش؟ أخاف من الكميات هذه السهم اللي يطرحوه
إنه بعدها ينضغط السهم لتجميع الكميات في السوق. ما شاء الله، متى شفنا ما شاء الله مضاربين كرماء يطلعوا السهم ويكسبوا الناس من الكميات الجديدة اللي في يدهم؟ لا يا حبيبي، حتيجي عينهم على الكميات دي ويقولوا ليش نطلع نحن ونجيب أرقام هم يرشونا فوق، خلينا نضغطهم فترة من الزمن نجمعها وبعدين نحن نروح ناكل الشهد منها. هذا يعني تفكير المضاربين أحيانا، وهذا السلوك شفناه يعني وبنشوفه دائما في السوق بعد المنح، شفته في العقارية وعشت تجربته أنا والحمد لله، يعني شفت عشت تجربته كفرجة، يعني الله وفقني إني أخرج ما أقعد بعد المنح أو قبل المنح. فإيش قلت للأخوان قبل فترة؟ قلت لهم إذا والله نحن تحت 29.70 إلى 28 المتوسطين اللي اخترقناهم، أنا والله سأخذ المنحة، لكن إيش حسوي أثناء اليومين العمل؟ أنا أبغى أبيع كل كمياتي اللي عندي بعد ما أخذ المنحة في اليومين دي اللي عادة يرتفع فيها السهم. يعني مثلا أديكم مثال، دحين دار الأركان دار البابطين، فلنفترض إنه صادف إنه قيمته 31 ريال، هنا وزع المنحة، أنت جات الأحقية نحن أخذناها مثلا، إيش يسوي السهم عادة؟ على طول في اليوم الثاني طالع لي 7-8%. طبعا طالع 7-8% وانا اساسا ما عندي، لو كنت املك 10,000 لسه ال5,000 ما اودعوا لي. فهو ايش يسوي في الغالب؟ السهم يطلع 7-8%، بس بيطلع بمين؟ بيطلع ب10,000، ما الخمسه ما دخلت. انا ايش اسوي غالبا؟ يعني ايش كنت ناوي اسوي؟ اني ابيع ال10,000 في الطلعه دي. اتخيلوا يا جماعه انه سهم زي البابطين قيمته 31 طلع 8%، كم وصل يعني؟ كم وصل؟ ادوني 8% من سعر 31 مثلا، كم؟ ها؟ ما يجيب 33 تقريبا مثلا، ما يوصل يجيب الريالين وشويه. السهم لما انت تاخذ المنحه ايش بيصير فيه؟ بيتجزأ، وهو متجزئ يبان عندك انه انبخست، انت لسه ما جاتك ال5,000، بس قيدوا السهم يبان بالاخضر طالع 8%، يعني انت تعتبر نفسك انك كانك ذاك اليوم بعته ب 33، استفدت من الطلوع الاول، وبعدين خلاص بعت كل كميتك او بعت نصها، حتجيك المنحه، خلاص المنحه تغطي لك الكميه اللي عندك وتقعد مع السهم، خلاص تتحمل الضغط وتتحمل الشغل ده كله. فأنا قلت لو كان السهم يتداول من 29.70 إلى 28، أبغى أخذ المنحة وأسوي الحركة دي، أبيع اللي عندي أو أبيع نص اللي عندي، أستفيد من الطلعة حقت أول يوم، بعدين أنتظر تجيني الكمية دي تعوض للفارق وأقعد فيها. وهذه حركة أنا سويتها في النايفات وجات 100 100 معي. أو إنه السهم قبل المنحة يجيب لي الهدف، إيش هو الهدف؟ إنه يطلع فيبلغ الدور ويبلغ النسبة الذهبية. فلو شفت السهم من 33 إلى تقريبا مستويات قريبة ال35 أو 34.5، أنا يا حبيبي والله قبل الأحقية أو في اليوم اللي فيه الأحقية أبغى أقول للسهم مع السلامة، ما في البلد إلا هذا الولد، نحن كسبانين جايين من 20-34، السهم طالع معانا قريب 70% من الرقم ده اللي نحن كنا جالسين وعايشينه. طبعا نحن فعليا كسبنا تقريبا قريب 30% من فوق متوسط 25.70. خلاص الحمد لله على كل حال، والله في فرص كثيرة في السوق بصراحة تستاهل ان الواحد يركز عليها استراتيجي. طيب وبعدين بعد الحقية حيتغير سعر السهم، اتجزأ، بعدين نفتح الشارت ونشوف وين واقفين بالنسبة للحالة الفنية. هل السهم يكون مثلا تراجع لمنطقة زي 38 فيب، وهي اليوم تقرأ 29.70، ممكن بعد فترة هي تقرأ 23 بعد التجزئة، يصير بعدها أنا ممكن أبدأ أفكر أدخل كمضارب عند دعم، أدخل أبدأ أشيل يعني، فلو تورطت وطحت أبدأ أعدل وأشوف أدخل على مهلي واكون توي خلاص كاني واحد جديد يبغى يدخل في السهم. هذا تفكيري انا بفكر فيه بصوت عالي، انت مو ضروري تقلدني اذا كان انت عندك تصور او عندك
شيء تاني في بالك، لكن أنا يعني مو تقولوا عني ندل، ممكن أنا حتى تخف متابعتي للبابطين في فترة من الفترات، يعني ما يحمسني إلا قريب دعم. خلاص يا ملاك البابطين، طيب بما أننا تكلمنا عن البابطين وشرحنا لكم الخطة حقت أبو محمود في التعامل مع البابطين قبل الأحقية، طبعا نحن الحمد لله الآن أقرب إلى إني أنا حطبق المبدأ الثاني مو المبدأ الأول، المبدأ الثاني إني ما أبغى الأحقية. الحمد لله اليوم نزل لنا خبر حلو، شوفوا هذا شارة البابطين. اليوم نحن كنا نتمنى لو قفلنا فوق 31 ما قفلنا، علما إنه السهم كان قريب من مقاومة 31 65 هلل. هذه ال 31 65 هي سقف الدور الثالث المكسور، أو تقريبا نحن ما قدرنا نقفل فوقه بشكل قوي. لو نجح البابطين هذا الأسبوع وتخطى ال 31 65 كشف ال 50 فيبو 32 60 وكشف لنا الخط الاستراتيجي. الخط الاستراتيجي ده يا جماعة ما يبان إلا على الفاصل الشهري، ودائما أنا أتكلم عليه، هذا يعتبر متوسط سعر البابطين الأعلى في 13 سنة. نحن ما بنقول أعلى رقم جابه، ولكن دائما نقول إنه البابطين في 12 سنة متوسط تداوله من 20 إلى 33، أو 33 30. خلينا نحط الخط هذا عشان تشوفوه، 33 33 30، يعني تقريبا 33 فاصلة 30، هذا هو شايفينه، هذا الخط زي حق خط بنك الجزيرة شايفين. لما البابطين طلع في عام 21 20 واخترق ووصل 44 85، في اعوام 2014 لما تخطى وصل قريب 47، في عام 2014 عفوا 2014 15 كانت قمته برضو لما كان فوق الرقم ده طلع. لكن تعالوا شوفوا، يعني لما نيجي نقول 13 سنة، فدائما السهم شوف فين كان يوصل ويطيح، يعني لو يوصل 33 هنا تمام، اللي هي قيعان عام 2009 في الأزمة المالية العالمية، أو 2008 و2000 عفوا 2008 و2010، شوفوا المناطق هذه، هذه واحدة شايفين هنا، هذه كانت القيعان التاريخية حقته لما في تلك الحقبة الزمنية. شوفوا متى تبهدل البابطين، لما كسر القاعين المتجاورين دول إيه، فكان لما يصادف في طلعة موجة يتخطاها يكشف ويبدع يجيب أرقام جديدة فوق. لكن شوفوا من عام 2016 17 18 19 20 بعد 4 سنين 21 5 سنين قدر يعدي الرقم ده، فكان دائما شوفوا يوصل كم، يوصل من 31 إلى قريب 33 تقريبا في هذه المنطقة وبعدين يطيح. فنحن الآن ترى قريبين من هذا المحور الاستراتيجي، فلو كتب الله بكرة وتفاعل السهم وبصراحة دخل المنطقة دي، أنا ما أقبل يرجع يكسرها مرة ثانية قبل الأحقية. مع السلامة، جمل الله حالك يا أخوي، شكرا من أعماق قلبي على الأيام الحلوة اللي قضيتها معك، إذا لنا لقاء قريب إن شاء الله بعد فترة من الزمن بعد الأحقية حنشوف الشارت وقتها هل هو عند دعم يستحق الدخول. فلو صادفت الأرقام 38 فيبو ممكن والله أرجع أبدأ أسترد الكمية، إذا طلع السهم أدعي له من كل قلبي الله يبارك لملا، الله يبارك لملا. شوفوا الآن نحن فنيا يعني فعلا أكثر رقم ممكن نتفائل فيه قبل الأحقية نشوفه، إذا كان يتداول قريب 34 ونص إلى 35 اللي هي النسبة الذهبية من الموجة وسقف الدور الرابع تقريبا. هذا والله تعالى أعلم.